بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وما بعد. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وفهما وفقها، والحقنا بالصالحين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس المبارك من برنامج على درب النور. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني الكرام، اليوم هو 27 من شهر ذي الحجة الحرام. يذكرنا هذا اليوم بفاجعة عظيمة أرزئت بها الأمة، وبنبأ عظيم وكارثة حلت فيها انفتح بعدها باب الشر على مصراعيه. يذكرنا بيوم مؤامرة حيكت على الأمة، لا نزال إلى اليوم نجني ثمار أذاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مثل هذا اليوم استشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاروق الإسلام وأسد الأمة ودرعها الواقي، قاهر الإمبراطوريات، صاحب الفتوحات، الذي كان يلبس الثوب المرقع وينام على الحصير الممزق، ولا يجد في بيته طعاما إلا الزيت والملح، وقد انقهرت أمامه أعتى إمبراطوريات العالم. حكم 10 سنوات فقط، أطاح بعروش عمر كل واحد منها 1000 سنة، فقد أطاح الإمبراطورية الفارسية التي بقي عرشها أكثر من 1000 سنة، وأطاح بالإمبراطورية الرومانية البيزنطية، وأطاح بالأقباط، وأطاح بالممالك كلها. لم يطح بها إطاحة ظلم، إنما فتحها وأخرج أهلها من نور عبودية البشر إلى عبودية الله الواحد القهار، حتى أن الشعوب في الممالك كانوا يقولون: أين كنتم طيلة كل تلك السنين التي كنا نعيش فيها في الظلم، وصرنا نعيش فيها في العدالة والسماح. ففي 26 من شهر ذي الحجة طعن اللعين أبو لؤلؤة فيروز المجوسي عابد النار، طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي الفجر بالناس إماما في المسجد النبوي في الروضة. كان عمر يعني قبل أيام جاء من الحج، ثم بعد ذلك طعنه اللعين علما، وكان هذا اللعين يعني كان غلاما مملوكا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان عمر قد أوصى المغيرة به خيرا، قال: إنه مسكين بعيد عن أهله، فأوصيك به خيرا. وهذا عادة أهل الغدر من علوج المجوس. رد هذا الجميل لعمر الذي أوصى به سيده بأن طعنه بخنجر مسموم ذي رأسين، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يستشهد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن عمر 63 سنة، ليدفن قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق. هم عاشوا معا وماتوا معا وتجاوروا معا، فهم صحاب وجوار في الدنيا والآخرة. فسلام عليك يا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر أبو زوجة رسول الله أبو حفصة أم المؤمنين. سلام عليك يا صهر النبي، ويا صاحب النبي، ويا خليفة النبي، ورضي الله عنك وأرضاك، وحشرنا بمحشرك، آمين. إخواننا الكرام، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحكام المالية وأحكام البيوع والمعاملات وما شاكل ذلك في الشريعة الإسلامية، ونتم اليوم إن شاء الله هذا الدرس الكريم، ونستقبل أسئلتكم كالعادة على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة، كما نستقبل أيضا أسئلتكم من خلال التعليقات على صفحة الفيسبوك، حيث يبث برنامجنا بثا مباشرا على صفحة قناة الفلوجة.
ونستقبل كالعادة أيضا أسئلتكم على بريد البرنامج طيلة الأسبوع لنجيب على كل ذلك على قدر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى عليه وعلى قدر ما سمح به الوقت. حياكم الله إخواننا ومرحبا بكم. نعم نبدأ بالأسئلة التي وردتنا عبر الإنترنت. الأسئلة التي وردتنا، الأخ يسأل أو أخت تسأل تقول: هل يجوز قراءة القرآن بالموبايل؟ وهل يجوز قراءته بدون حجاب بالنسبة للمرأة؟ نعم أختي، لا فرق إذا كان بالمصحف أو كان بالموبايل، هو العبرة بالتلاوة، العبرة باللفظ، وبما أن لفظ التلفظ بالقرآن الكريم يتم سواء قرأتيه من الموبايل أو قرأتيه من القرآن الكريم من المصحف الشريف، فالقراءة صحيحة ومثابتة، نفس الشيء إن شاء الله. طيب أما بدون حجاب، نعم إذا لم يكن يراك أحد أو يعني إلا المحارم فقط، فنعم لا يشترط الحجاب للقرآن، إنما يشترط للصلاة، فيجوز قراءة القرآن بغير حجاب. نعم الأخ الحقوقي مصطفى الأوسي يقول: أعياد الميلاد هل هي حلال أو حرام؟ وإن كانت حراما فكيف نحتفل بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لعيد الميلاد، من قال بأنها حرام؟ عيد الميلاد ليس فيها بعد، يعني ليس فيها بعد عقائدي وليس فيها هذا الأمر، طيب فليست حراما إن شاء الله، لكن الطريقة قد تكون حرام. أصل المسألة، أصل إقامة ما يعرف بعيد الميلاد ليس حراما، لكن الطريقة إن كان فيها اختلاط محرم، إن كان فيها تبرج، إن كان فيها موسيقى وغناء، إن كان فيها إسراف كثير ونحن منهيون عن الإسراف والتبذير، فهذه حرام. طيب هذه حرام وليست حلالا، الطريقة، أما أصل العمل فليس يعني ليس حراما إن شاء الله. نعم عندنا اتصال بالحجاج من سامراء. طبعا الأخ الحقوقي مصطفى الأوسي عنده سؤال آخر: ما الحكمة من أسر الجواري في حروب المسلمين؟ أليس الإسلام يدعو للمساواة بين الناس كافة؟ وبارك الله فيك. الآن سنجيبك بعد أن نستمع إلى الاتصالات. نعم الأخ أبو الحجاج من سامراء تفضل. نعم السلام عليكم شيخ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. الظاهر هناك أكثر من اتصال، تفضل أخ أبو الحجاج. نعم أطال الله بقائك إن شاء الله دخل للإسلام المسلمين شيخي. بارك الله فيك أخي العزيز حفظكم الله، تفضل أخي. أبو الحجاج من سامراء تسمعنا؟ الظاهر انقطع الاتصال. اتصال آخر عندنا، أم يوسف من الأنبار تفضل يا أختي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين مهمات جدا. تفضلي. السؤال الأول: عندي حماتي وجاية بالبيت بعدها بنت. طيب. حبت شاب وهذا الشاب وفى بعهده وإجا قدم لها على سنة الله ورسوله. نعم. صارت شنو إشكال الموضوع؟ أن والدة ما رفض هذا الموضوع لسبب شخصي. طيب. هي يعني تسمعك حاليا تقول يعني أني أبقى مستمرة ويا بعلاقتي لو شلون يعني حرام أم حلال؟ طيب هو لما تقدم لها أنتم وافقتم؟ إيه وافقة، وحتى يعني زوجي ووالدها عمي راحوا سألوا عليه، والولد يعني أخلاقيين وأدبيين ما عليه كل شيء. طيب ومصليهم عليه كل شيء. لحظة أختي. وابن عائلة تقد نعم. يعني تمت الخطوبة بينهما؟ لا يعني ما هي تفقوا على أنه يوم الجمعة يكون قراية الفاتحة. طيب ما أعرف صار خلاف والدة ما أعرف يعني ناس قارين. فسخ الخطوبة؟ هي ما صارت خطوبة يعني رسمية، يعني قرأوا ما نقرأت الفاتحة. أعرف هي قراءة الفاتحة ليست لا فرضا ولا سنة. أنا لا أسأل عن العقد، أسأل عن الخطوبة. تقدم هو، أنت تقولين تقدم للبنت. الخطوبة معناها الكلمة، الخطوبة أن يتكلم أهل رجل أو رجل يتكلم لنفسه في فتاة معينة، يقول أريد أن أخطبها، فيقولون موافقون، خلص إذا الخطوبة تمت. مو العقد، ماذا أسأل عن عقد المهر، ده أسأل عن الخطوبة. الخطوبة تمت يعني. طيب اي صحيح، اجى تقدم لها تمت الخطوبه وهاي، بس ابوه رفض يعني فسخت الخطوبه، فسخت لغوا المشروع، إيه لغوا الموضوع. طيب اي لغى الموضوع، فهي تريد يعني تعرف انها تبقى مستمره وياها بالعلاقه، وهذا رغم ان علاقتهم ما بيها غير شيء يعني
محرمات وغير. تسمعي إجابة؟ سؤال ثاني. نعم تفضلي. أنا دائما أقعد على صلاة الفجر، فأقعد مو يعني بنفس الوقت، أقعد مثل الساعة بالأربعة ونص بالخمسة، هذا يعني علي إثم أو لا؟ يعني قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لا بعد الصلاة أقعد، يعني بس أقعد متأخرة، بس مو كلش يعني بعد ما طالع الشمس. تمام. طيب. شكرا لك. أهلا وسهلا. طيب الأخ محمد من صلاح الدين. عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير الله يحفظك. شيخ من دخلوا اللي يسموهم الدولة الإسلامية الدواعش. نعم. مدينة تكريت. طيب. اكو مدير سلمني البيت المفاتيح وقال لي اقعد بيه، يعني تعرف المنطقة كانت منطقتها عليها قصف شديد. نعم. ونزلت بهذا البيت وانطال المفتاح وقعدت فيه. طيب. شخص انطاك بيته لك، انطاك بيته لك وقال لك اقعد بيه؟ لا هو المدير، هو المدير كان واصل بالموظف يعني. نعم. فقعدت بيه، كان فاصل واحد موظف بعقد، هو كان مدير يعني. نعم. فاصل واحد بعقد، وهذا الفاصل عقده انتنى الى الدواعش، فقام يضايقني على البيت. البيت بيه في غراب حوالي ثبالت وما ادري شو اشكال. البيت تبعيته المن اخي، البيت تبعيته المن. فظل يضايقني ويريد يفجر البيت واطلع ونطي غير بيت. بس جاوبني اخي الله يرضى عنك. امانه ما يصير اخي، بس جاوبني الله يرضى عنك. البيت ملك من؟ ملك الدوله؟ ملك الموظف. ملك لموظف، ملك شخصي، مو يعني مو قاعد بيه كموظف للدوله، ملك شخصي له الموظف. ايه له هو، بس امني اياه وطلع عن هذا من الدواعش يعني. طيب. هو كان فاصل واحد بعقد، يعني بعقد الفاصلة، فهو هذا انتمى للدواعش الفاصلة. طيب. فقام يضايقني ويدز لي جماعة طعم البيت يريد انفجره ويريد البيت ينطيه غير بيت يقعد وهذا، فهذا أمانة. طيب. فاضطريت وسطه، اضطريت دفعت 20 ورقة. طيب. من طلعوا الدواعش رجع هو، قلت له هذا ترى هيك شوي صار بي وانت فاصل واحد وهذا، قال منين هو؟ قلت له عرفه هو الفاصله. نعم. فقلت له ترى اضطريت ادفع رشوه، يلا سنت لك الامانه، وهاي الامانه مالتك بالخدمه هي، اذا خشوقك شاي رايحه انا مسؤول عليها. فسلمت. طيب. البيت، قلت له هذا ترى دفعت 20 ورقه، قال والله انا الدرهم واحد ما عندي، فخليته هاي انا اشيل عليها اسم شلون. طيب. قصدك هو يشيل الإثم إذا ما انطاك الفلوس ولا لا؟ لا هو ما انطاني، قال لي ما عندي ولا درهم وهذا، ويعني تعرف. طيب. أنت يعني الـ السلطة استلموها الرابعة، هو من جماعة السلطة. طيب. وأنا ما قدرت بعد، حكيت ويا الحكاية وبعد كان حكاية ما حكيت وياه. طيب. شفته يمتمت وما أعطي. واضح سؤالك أخي، واضح سؤالك، واضح أخي الكريم. عندك سؤال آخر؟ شكرا شيخ، شكرا. أهلا وسهلا. نعم. أم يوسف من الفلوجة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا شفنا عندي سؤالين أو ثلاثة. تفضلي. شيخ يعني عندنا مرة يعني تتهمني أو تتهم جهالي يعني، وتحلف بالقرآن وتحلف بشغلات. لا حول ولا قوة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا لازم أعده وما طلعت يعني، بس يعني أنا مصحة مثل ما يقول قيد مال أنا مزرات الزوجي كنت أسويها، وقبل كم يوم عندي غراب ناقصتني وما حد جابهم في الأس. نعم. يعني قاعدة يعني والله مهجرة يعني من كلها يعني. والسؤال الثالث، عندي نذر مثل يعني سنة قريت أصوم وما قدرت أصوم، إيش أسوي يعني؟ الشيء اللي نذرت عنه تحقق؟ تحقق. طيب. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. نعم. طيب أخت انتصار من كركوك، أرجو من الأخ المخرج أن يوقف الصلاة بعدها حتى نجيب على الأسئلة كثرت. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي ولد زحمان، عندي عدة أسئلة. تفضلي أختي. أول سؤال، سمعت قبل شوية عن أعياد الميلاد وما شابه ذلك. نعم. أنا متابعة برامج دينية، منهم يقولون علاقات ما أي عهد ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يعني الوارد عيد الفطر، عيد الأضحى والجمعة. طيب. يعني هاي واردات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأ...
أرجو أن أتوضح بهاي المسألة. هذا واحد. سؤال ثاني عن السور، بداية السور كافها يا عين صاد. نعم. أو ألف لام ميم أو الحروف المقطعة في بداية بعض السور. ياسين. إيه يعني هاي طه وياسين يعني ينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أريد التفصيل بهاي الخصوص. طيب. سؤال ثالث عن أمي الله يرحمها، جارتنا راحت للعمرة. الله يرحمها. قبل أمي تروح للعمرة. طيب. حلفت يعني قالت أنا أطوف بالكعبة وأصلي أشوفك هناك. أختي نعتذر عن تفسير نعتذر عن تفسير الإحلام في البرنامج أختي، لأن برنامج الفتاوى فقط، فإذا كان عندك أسئلة تفضلي. أخي بلي زحمة عليك والله ما حلم، يعني تقول أنا شوفت بالحقيقة. ها ليست حلم. يعني شوف بقاتل. نعم. لا مو حلم، تقول أنا أطوف بالكعبة وأصلي أشوفك ويانا، مع إنه هي أمي كانت ما موجودة. طيب. نعم. عندك سؤال آخر؟ ألو أسمعك يا أختي، عندك سؤال آخر؟ ألو أنا أسمعك إن كنت تسمعينني. طيب نعود إلى الأسئلة. الأخ الذي سأل عن مسألة الإماء أو الجواري الأسيرات في المعركة، لاحظ أخ الكريم، في جميع الديانات الأسير يقتل، إن كان رجلا أو كان امرأة أو كان يعني قصد الذي في المعركة، أثناء المعركة المقابل يقتل، إن كان رجلا أو كان امرأة أو كان شيخا أو كان طفلا في جميع. أما الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع استثناءات، قال لا تقتلوا شيخا، هذا في المعركة، لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا تقتلوا عابدا يتعبد في صومعته، طيب، ولا تقطعوا شجرة، إلى نهاية الأمور، حتى وصف الغرب، وصفوا حروب النبي صلى الله عليه وسلم سموها باعترافهم، قالوا الحروب الرحيمة، حروب الإسلام كلها كانت دفاعا عن النفس فقط. يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب أما لماذا الجواري في المعركة؟ أنا أسألك سؤالا أخي الكريم، طبعا هذا سؤالكم مشروع ومن حقك، أيهما أفضل، أن تؤخذ المرأة من المعركة وهي جاءت لتقاتل، تؤخذ من المعركة فتعزز وتكرم أم تقتل؟ طيب هل تؤخذ وتهان أم تؤخذ وتقتل؟ أم تؤخذ وتعزز وتكرم؟ هل تعرف ما هي أحكام الجارية في الإسلام؟ يجب أن تطعم مما يأكل الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيدكم خوالكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. يعني يجب المرأة عندما تكون جارية عند رجل أن يطعمها مما يأكل وأن يلبسها مما يلبس، من نفس طريقة اللبس، يعني من نفس الطريقة ونفس كفاءة اللبس. أنت ما يصير تلبس اللباس الفاخر وتعطيها اللباس المبتذل، وكذلك أن تطعمها مما تأكل وتوفر لها المكان الحسن. طيب كل شيء مقابل ماذا؟ مقابل هي جاءت لتقاتلني، هي طبعا لا يمكن أن أذهب إلى مدينة آمنة مطمئنة غير محاربة وأقول نساؤها تأخذ جواري، لا يوجد هذا الكلام، لا يوجد. أما أنه بعض الناس يذهبون إلى قرى لأنها ليست مسلمة يأخذون نساء جواري، لا يوجد هذا الأمر في الإسلام أبدا. إنما التي تكون أسيرة الحرب جاءت لتقاتل وبعد ذلك تكرم هذا الإكرام. لماذا تحل للرجل؟ طبعا تحل بعد أن يستبرأ رحمها شهرا، تحل، نعم، تكون مثل الزوجة. لماذا؟ لأن المرأة الأسيرة طبعا في كل الأعراف توضع في سجن أو تقتل أو في جميع الديانات السابقة، لكن في الإسلام تعامل معاملة الزوجة. لا يكفي فقط أن تطعم وتكسى الثياب وتسكن في البيوت معنا، لا يكفي هذا، وإنما أباحها الله سبحانه وتعالى للرجل لأن المرأة بفطرتها البشرية تحتاج الرجل، تحتاج الفراش كما أن الرجل يحتاج هذا الأمر. ثم الرجل إذا جاءت امرأة للخدمة فقط، لو قلنا هي الخدمة فقط، ربما لا يعتني بها كاعتنائه عندما تباح له، عندما تباح له سيأتي لها باللباس الفاخر الذي هو يرغبه وبالعطر يهيئ لها المناخ المناسب الذي يحفظ لها أنوثتها. هذا الأمر طبعا لم يبقى اليوم، هذا نتكلم نحن عن أحكام سابقة. فيقول مرجوليوث المستشرق، وهو رجل ليس مسلما، رجل نصراني،
لكنه قرأ تاريخ الإسلام، قال مسألة الجواري في الإسلام أعظم قانون لتكريم أسيرات الحرب، أعظم قانون لتكريم أسيرات الحرب. هذا هو هذا هو جوهر الموضوع. نرجع إلى الأسئلة الأخرى. الأخت امرأة سألت بأن حماتها بأن أخت زوجها أقامت علاقة بواسطة الإنترنت بواسطة شاب فتقدم لها وخطبها، ثم بعد ذلك فسخت الخطوبة بسبب اعتراض والده. تسأل هل يحق لها أن ترجع وتقيم معه علاقة؟ هي بالأصل حرام إقامة العلاقة الأولى بينهما، لا يجوز العلاقة بين الرجل والمرأة. لا نقول إنه ليس فيها محرمات أو إنها علاقة شريفة، لا يوجد شيء اسمه العلاقة الشريفة إلا علاقة الزواج، إلا علاقة الزواج فقط. فإن كان يستطيع هذا الرجل أن يقنع والده بما أنه من رجل كريم وصائم ومصلي وأيضا ابنتكم كذلك، نسأل الله أن يحفظكم جميعا، فإما أن يقنع والده بأن يأتي ويخطبها من أهلها، وإما أن يترك هذا الأمر ولا يجوز التواصل بينهما، حرام. نعم. الأخت التي سألت أنها تستيقظ على صلاة الفجر متأخرة بعد الأذان لكن قبل طلوع الشمس. نعم أختي ليس عليك إثم وصلاتك صحيحة، لأن صلاة الفجر لا تكون قضاء إلا إذا أشرقت الشمس. طيب بالنسبة للأخ الذي يسكن في تكريت، لما دخلت الجماعات المسلحة وأسقطت مدينة تكريت احتفظ هو ببيت لموظف، هذا الموظف كان قد خرج من المدينة واحتفظ هو فيه وحماه، ولما أراد أن يستولى عليه وأن يفجر استطاع أن يحفظه بدفع مبلغ من المال للجماعات المسلحة. طيب أخي الحق على من؟ أنت دفعتها من جيبك لكن هذا مقابل سكنك، مقابل سكنك فيه، هذا يعتبر تبرعا منك. من حقك نعم أن تطالب به صاحب البيت، لكن صاحب البيت هل هو ملزم؟ هو ليس ملزما، الملزم هو الذي أعطاك مفتاحه، بما أنه طلب منك أن تحميه أن تسكن في هذا البيت وطلب منك أن تحميه فهو ملزم بحمايته. المدير الذي قال لك أسكن في هذا البيت لتحميه ولتحفظ أثاثه هو ملزم، نعم المدير ملزم بما أنه كلفك بحمايته، فدفعك للمال هو جزء من الحماية، جزء من استجابتك لتكليف المدير، فهو ملزم أن يعطيك هذا المبلغ أو أن يأخذه من صاحب الدار إذا وافق صاحب الدار. نعم. الأخت التي سألت بأن هنالك من تتهمها وتتهم أهلها وتحلف على ذلك اليمين، بلا شك يعني اتهام المرأة بشرفها هو من العظائم. الإسلام أعطى للمرأة حصانة في كل شيء حتى في الكلمة، الذي يقذف امرأة يتكلم عليها بكلمة سيئة لاحظوا الحصانة. أين الذين يداعون بحقوق المرأة؟ المرأة مبتذلة ورخيصة ويتخذون جسدها دعايات لأشياء تباع بسنتات يتكلمون ويتبجحون بحقوق المرأة، والإسلام أعطى للمرأة حقوقا وحصانة، حصانة شرعية من يتكلم عليها بكلمة يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة، يعتبر ناقص المروءة وشهادته لا تقبل في المحاكم، مطرود من الشهادة من يتكلم على المرأة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قذف محصنة يهدم عمل 100 عام، لاحظوا قذف المحصنات ما أخطره، حتى لو كان بالمزاح خطير، نبات واحد يقول ابدل كذا أو يا أخل كذا، هذه كلمات قبيحة جدا لا تجوز، هذه تهدم الأعمال، تهدم عمل 100 عام، هذا قذف. لا تقول أنا لا أقصد، تقصد أو لا تقصد أنت، هذه كلمة أنت قائلها. نعم. والأخت التي سألت هي معتدة، نسأل الله أن يرحم زوجها، أختي نعم يجوز لك الخروج بمعاملة إجراء معاملة الراتب أو التعويض أو من هذه الأمور، يعني إذا كان لا يعمله أحد إلا أنت، المعاملات الرسمية يجوز لك فيها الخروج، حتى إذا لم يكن من يتسوق لك يمكن أن تتسوقي مع الاحتشام وعدم الكلام مع الرجال إلا لضرورة. نعم. ونذرت أن تصوم سنة وهي لا تستطيع أن تصوم، ماذا تفعل؟ أختي عدم الاستطاعة نوعان، إما عدم استطاعة حقيقية بمرض أو بشيخوخة أو بمثلا من هذه الأمور الجسم لا يتحمل، فهنا ادفعي كفارة يمين، ادفعي كفارة يمين وهي إطعام عشرة فقراء. أما إذا كانت تكاسل ومجرد صعوبة فلا أختي لا ليس لك عفو من ذلك، نعم يجب أن تؤدي بنذرك. نعم. اتصال أخ محمد من الأنبار، تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي الشيخ؟ خير الحمد لله، الله يحفظك. شيخ بدون زحمة علي، كان عندي قضية خاصة. تفضل. عائلية. نعم تفضل. ومدوختني، أريد التليفون مالك بيني وبينك، الله يرضى عليك إن شاء الله. طيب طيب أخي طيب. طيب المخرج يبعث لك الرقم إن شاء الله. نعم. أم هاجر من البصرة تفضلي. أعانكم الله يا أهل البصرة. أسئلة شيخنا. تفضلي. شيخنا صحيح اللي يقرأ قرآن يقول لي روح للنار؟ شلون؟ اللي يقرأ قرآن بالنار ما هيك سمعت موضوع. اللي يقرأ قرآن يروح للنار؟ إيه أكو اللي قارئ القرآن ما فهمت الموضوع. نعم 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 نعم. وشيخنا أنا زوجي حالته ما تساعد، ونوبات أنا شغلات وايدة يعجبني ملابس شغلات. ما عنده إمكانية ينطيني، أحمق وأصيح وأحكي فلان عده وفلان عده، هاي هم اسم علي. طيب. والسؤال الثالث شيخنا، أنا أصلي صلاة قيام الليل، أصليها يومات 11 بالوحدة بالليل، أصليها طيب. ثمان ركع، هل صحيح؟ شلون أصليها؟ ثمان ركع، مثل صلاة الفجر، ركعتين ركعتين. طيب. بس أصليها مثل صلاة، شلون صلاة الظهر مثل صلاة العصر نفس اللي أربعة أربعة يعني؟ أربعة أربعة لو اثنين اثنين. أصليها ركعتين بركعتين. طيب طيب. ما تنام. نعم نعم تقبل الله منك. رحم الله والديك. وشيخنا وأنا أقرأ قرآن وأختمه لأمي. نعم. وأصلي صلاة الضحى أربع ركع، هل صحيح هذا النية؟ طيب. رحم الله والديك شيخنا. أهلا وسهلا. محمد الأخ محمد من بغداد تفضل. الأخ محمد من بغداد معنا، انقطع الاتصال. نرجع إلى الأسئلة. الأخت التي سألت قالت أنها تسمع بعض العلماء في البرامج يقولون بأن عيد الميلاد حرام، يعني تعقيبا على فتوانا قبل قليل لما قلنا بأن عيد الميلاد ليس حراما، تقول لأنها ليست عيدا، فالأعياد هي الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. أولا عندما نقول الأعياد ثلاثة، هذا العيد الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى عيدا، وهو يشمل كل المسلمين، يشمل كل المسلمين. أما هذه الأمور الخاصة إن شئت ألا تسميها عيدا، يعني هي مو على الأسماء، هي مو واقفة على الأسماء. يعني لو قلنا بالاعتبار على الأسماء لقلنا إذا أسميناه عيد الميلاد يكون حرام، وإذا أسميناه يوم الميلاد يكون حلال. هل يمكن هذا؟ الحكم لا ينبني على الأسماء أختي الكريمة. إذا اعتبرناها عيدا عاما أو عيدا شرعيا أو نعتقد أفضليته على سائر الأيام، هذا حرام بلا شك. لكن عندما نقول بأن نسميه عيد ميلاد مجرد تسمية، كما نقول عيد الوطني لكذا دولة، أو عيد الأم، أو عيد المعلم، أو عيد الطالب، هل يمكن أن نسميها عيادا؟ العيد في اللغة من العودة، لأنه يعود في كل سنة، يعود يسمى عيدا. حتى الأعياد الشرعية سميت عيدا لأنها تعود في كل سنة. فهذه المسألة تختلف عن تلك أختي الكريمة، ذلك عيد شرعي حكم على كل الأمة، أما هذه فأعياد خاصة تختص بأشخاص معينين. لا أختي المسألة ليست هكذا. طيب اتصال الأخ كمال من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بلا زحمة استفسار صغير. تفضل عيني. استاذنا شيخ، عندي اني والدتي واخواني اثنين، فحالتنا الحمد لله ميسوره نوعا ما، لكن اني طالب جامعه لكن اموري كلش تعبانه، حالتي النفسيه تعبانه، شعري دا يوقع، الم وجع راسي، ظهري، رجلي، وحالتي النفسيه تعبانه، والدتي نفس الشيء، اخواني نفس الشيء، رغم انه عائلتنا يعني صلاة صام يعني قراءة قرآن يعني كلش يعني ملتزم. هل هنالك أسباب لها؟ يعني بعض أكو بعض ناس فذول اللي يقرون إنه يقولون إنه بعض أعمال الشيطانية معمولة يعني. لا الآن نجي على مسألة هذا محتمل نعم، لكن أسألك سؤال، أكو أسباب تجعل نفسيتكم تعبانة؟ أسباب مشاكل ظروف أحوال يعني؟ نعم أنا داخل، لكنه أنا كنت طالب جامعة، لا عندي مثلا فرصة عمل شغل،
واني على ابواب تقريبا ابواب زواج واريد متقبل على شيء مشروع جديد. اذا حالت يعني اذا حالتكم ميسوره شنو المانع من الزواج ومن من مشروع؟ كودن انه اني طالب جامعه بس ما متوظف يعني كودن انه حال. طيب تجب تسمع إجابة إن شاء الله. أم زيد من بغداد تفضلي. قطع الاتصال مع الأخت أم زيد. نعم، الأخت التي سألت عن الحروف المقطعة في بداية القرآن الكريم، هذه الله أعلم بمراده منها، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، الله أعلم بمراده منها. هنالك بعض التفاسير يعني هي اجتهادات، أما هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. من هذه الاجتهادات أنها جيء بها للإلفات، لإلفات النظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ القرآن كان الكفار بعضهم يصفقون، بعضهم يزمرون، بعضهم يضحكون بصوت عالي كي يشغلوا الناس عن سماع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يؤتى بهذه الحروف وهي صيغة غريبة عندما يسمع الكفار، عين سين قاف حاميم عين سين قاف طاسيم ميم كاف ها يا عين صاد، سينشغل الكفار، ما هذا الكلام؟ سيسكتون ليستمعوا، فهي طريقة إلفات، هذه احتمالية. الاحتمالية الثانية إثبات أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يعرفه قريش بذلك، كل قريش يعرفون بأن رسول الله أمي لا يقرأ ولا يكتب. من المعروف أن الأمي عندما مثلا لنقول اسمه أحمد، نقول ما هو أول حرف منك؟ لا يقول ألف، يقول آ أو يقول أ. الثاني إح، لا يقول حاء، لأن أسماء الحروف ميم صاد كاف لام لا يعرفها إلا القارئ. فلما كانت قريش تدعي، يعني كفارهم كانوا يدعون بأن القرآن من تأليف رسول الله ليس من الله، كان رسول الله يقول كاف ها يا عين صاد حاميم، صار يقولون لا هذا ليس من عند رسول الله لأنه أمي لا يعرف أسماء الحروف، هذا دلالة على أنها منزلة إليه من الله سبحانه وتعالى. وهنالك تفاسير أخرى. أما هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحروف المقطعة؟ هي بلا شك ضمن الحروف المقطعة، لكن هنالك بعض أئمة الأمة كالإمام محمد بن علي بن أبي طالب، الإمام محمد بن المعروف بمحمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو إمام جليل من أئمة الأمة، وكذلك بعض التابعين كانوا يقولون هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء لرسول الله، على أي حال ليس فيها ليس في هذا إشكال، يعني لكن هي الذي عليه جماهير العلماء أنها من الحروف المقطعة. نعم، سألت سؤالا أن جارتهم رأت أمها تطوف معهم في مكة، يعني لا أعرف، لا هذا ليس مسألة فقهية، كيف رأتها وهي لم تكن موجودة؟ الله أعلم. يعني سألت سؤالا إحدى الأخوات تقول لم أعرف سمعت كيف يدخل النار من يقرأ القرآن، لا أدري ماذا تعني بهذا السؤال، لكن لعلها تعني بقوله صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، هنالك أناس يحتجون بالقرآن الكريم لمراميهم الخبيثة، يحتج بالقرآن، ربما يحفظ القرآن ويستعمل القرآن لأغراض الدنيا وليعصي الله سبحانه وتعالى. يعني نسمع بأن بعض أصحاب الرقية يحفظون القرآن الكريم فيعملون الخبائث بالرقية الشرعية والعياذ بالله. كذلك السحرة كثيرا ما يحتجون أو يستعملون القرآن الكريم لهذه الأمور. وكل الكتب السماوية هي فتنة من الله تعالى يختبر بها عباده، والفتنة بمعنى البلاء والاختبار، فربما إنسان يدخل فيها بالجنة وربما إنسان يدخل بسببها في النار. يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يصف التوراة، يقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد شيء أخاف عليكم منه، منافق عليم اللسان يحتج بالقرآن، منافق عليم اللسان يحتج بالقرآن يخدعهم بأنه متدين وأنه يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا نعم القرآن يلعنه ويلقيه في نار جهنم والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أبو أحمد بن بغداد، نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، أنا موظف
واريد اسحب سلفه لان عندي عمليه ثلاث شرايين مسدوده عندي واموري تعبانه والله. طيب ما عندك مصدر حلال تقدر تقوم به العمليه؟ والله يا دكتور هو راتب الراتب عائله كبيره وتدري يعني شغله. نعم روح اسحب سلفه وروح أيوة. سوي روح اسحب سلفه وروح سوي عمليه والاثم برقبه من ياخذ منك الفوائد فقط. جزاك الله خير يا شيخنا العزيز. جزاك. نعم هذا الجواب ما اريد تاخر الى نهايه، خاف تطفي عندك الكهرباء. ما اريد تاخر الى نهايه الاسئله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اخت سالتنا تصلي تقوم الليل تصلي الضحى تختم القران لامها لكنها ترفع صوتها على زوجها. لماذا؟ تقول زوجي ضعيف الحال، ضعيف الحال زوجها، يعني تطلب منه أشياء التي تطلبها النساء مثل الملابس الجيدة وكذا وزوجها لا يعطيها. أختي أنت قلت بنفسك بأن حالته ضعيفة، إذا لم تراعي ظرفه أنت زوجته شريكة حياته، إذا لم تراعي ظرفه فمن الذي يراعيه؟ إذا لم تقدري حالته المادية الضعيفة وفقره فمن الذي يؤازره في حياته الدنيا هذه؟ المفروض منك أنت ألا تطلبي منه الشيء المستوى العالي عندما ترين فقره. أنت نفسك قلت عنه بأنه فقير. لا أختي لا، إياك من رفع صوتك على زوجك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة كلحت في وجه زوجها، لا رفعت صوتها، لم تشاجره يعني ما تعاركت وياه، فقط كلحت يعني عكرت وجهها على زوجها، لم تزل الملائكة تلعنها حتى ترضيه. الزوج حقه عظيم على زوجته، فلا أختي لا يجوز. أما أن ترفعي صوتك عليه لأجل أمور هي خارجة عن سيطرته، فقير من أين يأتيك بما تتطلبين؟ اتق الله يا أختي اتق الله. تصلين وسألت أنها تصلي القيام 8 ركعات، نعم أنت مأجورة بذلك، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل بثماني ركعات يصليهن مثنى مثنى. طيب وتصلي الضحى وتختم القرآن، بما أنك على هذه العبادة جزاك الله خيرا وتقبل الله منك، لكن إياك أن ترفع صوتك وتحبطي عملك. لا أختي لا. نعم زياد من نديالة تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الله يخليك بخير الحمد لله. يعني مرخصتك يريد رقمك الخاص. طيب طيب إن شاء الله. عندك سؤال هنا؟ لا عيني هاي مشكلة. طيب الأخ الذي سأل طالب جامعة نفسيته تعبانة أدت إلى تساقط الشعر هو وأهله. نعم قبل أن نجيبه حتى لا يبقى معلقا الأخ فلاح من ديارة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخنا؟ هلا بيك الحمد لله بخير. طيب شيخنا اترك التلفزيون اسمع عندنا الهاتف الله يرضى عنك. نعم أنا عندي بنية صارت عمرها 5 سنين. نعم. وسميتها إداريات وقال هذا الأرث ما صاير وما جاهز وما ماكو جسم. نعم. طيب. هذا شيخ هذا سؤالي. طيب. يعني شيخ مشكور. تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ الذي نفسيته تعبان أدت إلى تساقط الشعر وأدت إلى أمراض بسبب نفسيته، يعني هنالك سببان. السبب الأول وهو المرجح والله أعلم، هنالك بعض الأشخاص عندهم ما يسمى بعلم النفس بالانهزام الداخلي، عذرا يعني هو مصطلح، هنالك بعض الناس يحسبون الحساب المستقبل قبل أن يأتي، يعني يصابون بهم قبل شيء لم يقع بعد. هو الأخ قال بيده أن يتزوج، بيده أن يفتح مشروعا، بيده أخي أنت، فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت تقول بأن حالتكم ميسورة يعني لا يضركم شيء والحمد لله أوصلك الله تعالى إلى الجامعة، لماذا هذا الإحباط الداخلي؟ الأزمات النفسية خير دواء لها صاحبها. أنت يعني إذا تحليت بالأمل وتحليت بالصبر وعزمت، أنت تريد أن تمطر عليك السماء ذهبا وفضة؟ لا تمطر ذهبا ولا فضة. تنتظر أن يأتي العمل ويطرق بابك ويقول أنا عمل اعملني؟ لا يطرق بابك، اذهب أنت اسعى، فإذا عزمت فتوكل على الله، فامشوا في مناكبها،
وكلوا من رزقه، أنت اسعى ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ييسر لك الرزق وأسباب الرزق وييسر لك الزواج وييسر لك كل شيء. طيب كذلك أهلك، الظاهر أن هذا الأمر يعني موجود عنده وعند أهله. أخي الكريم لا تنظر إلى هذه الأمور، يعني لا أنت تحمل الدنيا أكثر من استحقاقها. أولا الدنيا طريق عبور، طريق عبور فقط، علينا أن نعيشها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هنالك عمل سحر، نعم هذا الأمر وارد أيضا وارد. طيب لكن انظر إلى نفسك، أنا الآن سأخبرك كيف تعرف بأن هذا طبيعة نفسية أو أنه عمل سحر. إذا كان هذا من بدايتكم، يعني من القديم من بدايتك، فاعلم بأنه أمر نفسي. أما إذا حصل فجأة، يعني كنت أنت مرتاحا ونفسيتك مرتاحة وكذلك أهلك وتعيشون حياة طبيعية، ثم يعني غفلة وإذا كلكم صارت عندكم أزمة نفسية، هنا المرجح أنه عمل سحر. عليكم أن تذهبوا إلى أصحاب الرقية الشرعية، وأنصحكم بتشغيل سورة البقرة يوميا في بيتكم، لأن البقرة تطرد الشيطان والأنفس الخبيثة والأعمال الشيطانية تطردها من البيت، وهي تعقيم للبيت. البيت الذي يشغل البقرة يوميا بيت سعيد، سبحان الله حتى المشاكل بين الناس تندفع، لأن المشاكل يجيدها الشيطان يفتن بين أهل البيت الواحد، وسورة البقرة تطرده. طيب فإذا كان هذا الأمر متجذرا فيكم من القدم، يعني نفسيتكم تعبانة، فهذا طبع حاولوا أن تغيروه، طبع نفسي. لكن إذا ظهر فجأة فاعلموا بأن هنالك عمل، وعالجوه بهذه الأمور التي ذكرتها لكم. نعم نور وأم طه من القبل؟ نور، نور قبل أم طه. نعم تفضل يا نور من بغداد. شيخنا أمي سوت عملية نعم. بإيدها وإيد الثانية بها خانونة، فثلاث أيام ظلت يعني تصلي بدون وضوء، هل صلاتها صحيحة؟ إنه هي ما تقدر تتوضأ. طيب الإيد مسدودة بها عملية وإيد نعم. الثانية بها خانونة. طيب فمن خلصا الأبر عادي تسلك الخانونة قامت تتوضأ. طيب الصلاة لما بدون وضوء هل صحيحة صلاتها؟ هي طبعا ليست صحيحة، لكن ستسمعين التفصيل إن شاء الله. نعم اهلا وسهلا. نعم ام طه من كركوك تفضلي. عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في قدام مصر عندي ثلاث اسئله. تفضلي. الاول اذكار الصباح والمساء لازم واحد يتوضا لو بدون وضوء؟ والسؤال الثاني نعم. جهر يعني ما معنى الجهر؟ ما اعرف يعني جزء عندي بس ما اعرف هذا الشيء. الجهر، الجهر يعني بالصلاه وبالقران. طيب. طيب والسؤال الثالث يعني الانسان بالقبر ماذا يسأل؟ طيب شكرا شيخ. اهلا وسهلا. ابو علي من الموصل صار اخر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اذا ممكن اريد رقمك الخاص. طيب وعند موضوع على موضوع داعش، يعني أنا بوقتها جئت للمواصل فأخذت أغراض فأخذتها من بيت ما أعرف صاحبهم منهم. ليش تأخذهم من بيت يعني؟ والله أنا احتاجتهم يعني بوقتها. بعتهم مثلاً؟ لا ما بعتهم، احتاجت لغرضي. طيب استعملتهم فقط لو أخذتهم وياك ورحت؟ ما زالهم إن عندي موجودات يعني. طيب يعني قلت لك استأجرت من منطقتي. البيت تعرفه؟ البيت تعرف البيت؟ البيت ما اعرفه بالضبط يعني المنطقه مكانه تندلع الان لو تروح عليها احتمال اذا اروح عند هذا البيت تعرف من المشاكل اخاف ولا هاي لا اكثر ولا اقل. طيب غير موضوع الله شاهد عليه. طيب نعم اذا ما ممكن تعطيني رقمك الخاص. طيب ان شاء الله. طيب اخي المخرج يبعث لك الرقم. نعم ان شاء الله خير. نجيب على الاسئله. الأخ الذي سمى ابنته ذاريات، هو هذا الاسم ليس فيه مشكلة. الذاريات هنا الذاريات النوع من الخيل، عندما يعني عفوا لا تلك الأمر آخر. الذاريات ذروا النوع من الرياح التي تذر يعني تذر التلقيح بين النباتات، تذر الهواء وهكذا، ليس فيها مشكلة. لكن نوصي جميع الإخوة
بأن يعرفوا معنى الاسم قبل أن يعني قبل أن يسموا به. الذاريات ليس في مشكلة، هي نوع من أنواع الرياح التي تذر اللقاح في بين النباتات. الله تعالى يقول أرسلنا رياح لواقح، لكن هنا تنتشر أسماء أعجمية لا تعرف الناس معانيها، يارا، لارا، ريماس، لا يعرفون حتى معاني، لا حتى معانيها لا يعرفونها. يا أخي هل قصرت اللغة العربية؟ هل قصرت لغة القرآن الكريم على الأسماء الجميلة؟ هنالك أسماء جميلة جدا ربما قليلة الاستعمال لكنها عربية وأصيلة وجميلة. وبعض الأسماء طبعا عندما تترجم هي أعجمية ليست عربية، عندما تترجم تكون معانيها قبيحة، تكون معانيها قبيحة. نعم، فنوصي بأن يسأل الإنسان عن المعنى قبل الاسم، قبل التسمية. طيب، الأخت التي سألت بأنهما تصلي بسبب العملية بدون وضوء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كان يجب عليها أن تأمر من يوضئها، يعني تغسل الأعضاء التي لم تصلها العملية. تأتين أنت ابنتها مثلا تغسلين وجهها، وبالنسبة اليد إذا كانت مجبسة يعني عليها الجبيرة مسح على الجبيرة فقط، اليد التي فيها الكانولة اغسلوا الموضع واتركوا موضع الكانولة بدون أن يمسهما، واغسلوا رجليها. كان يجب أن يفعل هذا الأمر. على أي حال عليها أن تقضي الصلوات التي صلتها بدون وضوء. أذكار الصباح والمساء بدون وضوء نعم يجوز، بدون وضوء، بالوضوء أفضل، لكن بدون وضوء يجوز أيضا. معنى الجهر، الجهر يعني عكس الإسرار، الإسرار هو الذكر بغير صوت، ذكر بغير صوت. أما الجهر فأن يكون به صوتا، أن يكون به صوت عفوا، أن يكون به صوت ويختلف، إذا كان عاليا أو كان منخفضا يسمى جهرا. الجهر يعني عكس الإسرار. ماذا يسأل الإنسان في القبر؟ يسأل عن ربه لمن كان يعبد، ويسأل عن نبيه لمن كان يتبع، ويسأل عن دينه. هذا ما يسأل عنه في البداية، ثم بعد ذلك يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. الإنسان يسأل عما عمل من خير أو من شر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وليس كما يشاع اليوم وينتشر في مقاطع بأنه لا يوجد عذاب قبر ولا يوجد نعيم قبر. هذا الكلام ليس صحيحا، وهذا مخالف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك أحاديث كثيرة، والآن وصلنا إلى نهاية الحلقة، ليس عندنا مجال، أحاديث كثيرة تثبت عذاب القبر وتثبت نعيم القبر بحسب العمل الصالح، ولو قلنا بعدمها لتساوى الكافر والمؤمن في الموت، وهذا الأمر يأباه العقل. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحذر من فرق جديدة تظهر تلغي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول القرآن يكفي. من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خارج عن الدين وكافر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فنحن ملزمون بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفينا بالقرآن كيف نصلي؟ هل يوجد في القرآن أن الفجر ركعتان والظهر أربعة والمغرب ثلاثة؟ لا يوجد. طريقة الركوع والسجود ماذا نقول؟ هل يوجد في القرآن؟ لا يوجد. مقادير الزكاة توجد؟ لا توجد. كلها علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. طيب، إذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.